السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيكم يا أصحابي. النهاردة معانا قصة جديدة اسمها أصل الكتابة. أصل الكتابة. أصل الكتابة. سألت أبي: ماذا تفعل يا أبي؟ قال الأب: أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. قلت: كيف بدأت؟ قال أبي: ريشة البطة كانت أول طريقة كتابة. قلت: ريشة البطة؟ وكيف نكتب بريشة البطة؟ قال الأب: بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. قلت: أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. بعد الاستماع إلى القصة، هيا بنا نتناقش في أحداثها. قال الولد: سألت أبي: ماذا تفعل يا أبي؟ ماذا تفعل يا أبي؟ ده يا ولاد اسمه أسلوب استفهام. أسلوب استفهام، بسأل بي عن حاجة بعرف منه أو من خلاله حاجة أنا ما كنتش عارفها. لما أجي أقول مثلا: ماذا سنأكل اليوم؟ سنأكل اليوم أرزا وسلطة وبعض الخضروات. فمن خلال سؤالك انت قدرت تعرف معلومة كانت مبهمة او كانت مجهولة بالنسبة لك. فالولد ما كانش عارف والده بيعمل ايه او بابا بيعمل ايه، فقال: ماذا تفعل يا ابي؟ طيب، بعرف ازاي ان ده سؤال؟ بص معايا في اخر الجملة هتلاقي علامة استفهام. تاني، بص معايا في اخر الجملة هتلاقي موجود علامة استفهام. علامة استفهام بتبين لي ان ده اسمه اسلوب استفهام. اسمه ايه؟ تمام، اسلوب استفهام. قال الاب: اقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. طبعا رد الاب على الابن وضح او ازال الابهام عنه او ازال الشيء اللي كان مش مفهوم. فالولد دلوقتي قدر يعرف ان بابا بيقرأ كتاب عن كيف ازاي بدأت الكتابة. قلت: كيف بدأت؟ برضو ده اسمه اسلوب ايه؟ استفهام. كيف بدأت؟ احسنتم. قال ابي: ريشة البطة كانت اول طريقة في الكتابة. يبقى بابا جاوبه ورد عليه وقال له: ريشة البطة كانت اول طريقة كتابة. بمعنى ان الناس كانت بتجيب ريشة البطة، بتجيب حرفها كده كأنه سن مدبب بيعامل معاملة القلم. تمام، بيجيبوها وبيقدروا بطريقة معينة يكتبوا بيها. يبقى قبل ما نمشي من السلايد دي نقدر نعرف اسلوب الاستفهام بينتهي ب علامة استفهام ويبدأ ب أداة استفهام. يعني ايه أداة استفهام؟ انا بسأل، لو انا بسأل عن الوقت بقول: متى ستذهب الى المدرسة؟ متى موعد التمرين؟ متى سأعود الى المدرسة؟ لان معلمتي سمسمة وحشتني جدا. متى دي بتسأل عن الوقت. طب كيف؟ كيف بدأت؟ كيف بتسأل عن الحال. كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله. يبقى تاني عندي كيف وماذا، أدوات الاستفهام ماذا وكيف. لحد دلوقتي هم كتير جدا، بس احنا عايزين نعرف منهم ماذا وكيف. أدوات الاستفهام ماذا وكيف، وأسلوب الاستفهام آخره علامة استفهام أو ينتهي به علامة استفهام. السلايد الرابع معانا بتبدأ ب: قلت: ريشة البطة، وكيف تكتب بريشة البطة؟ قال الأب: بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. قلت: أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. يبقى نرجع من الأول. ريشة البطة، بص معايا قوي، بعد ريشة البطة في علامة ايه؟ استفهام. احسنت، علامة استفهام. في بعدها علامة تانية عبارة عن واحد او حاجة شبه الواحد وتحتها نقطة، دي اسمها علامة تعجب. علامة تعجب، لما نكون مندهش او متعجب من حاجة بقدر استخدمها. لما الولد استغرب قوي: ايه ده يا بابا، ريشة البطة؟ ريشة البطة ايه؟ الناس بتكتب بالقلم، ازاي بيستخدموا ريشة البطة؟ فالولد استغرب
من رد بابا إن الريشة كانت أول أداة أو أول أداة يستخدموها في الكتابة. تمام، يبقى عندنا علامتين النهاردة عرفناهم، علامة تعجب، علامة استفهام. علامة تعجب وعلامة استفهام. وكيف نكتب بريشة البطة؟ ده سؤال، ده اسمه سؤال. السؤال ده قلنا اسمه ايه؟ اسلوب استفهام، بيبدأ بأداة استفهام وآخره علامة استفهام. يبقى نقول تاني، اسلوب استفهام يبدأ بعلامة استفهام وينتهي، يبدأ بأداة أسفه معذرة، يبدأ بأداة استفهام وينتهي بعلامة استفهام. مين بقى أشطر حد موجود دلوقتي يقدر يقول لي كيف نكتب بريشة البطة؟ أين أداة الاستفهام؟ ها؟ فين أداة الاستفهام؟ الأداة اللي بسأل بيها. كيف نكتب بريشة البطة؟ أحسنت وأحسنتي، نعم، أداة الاستفهام كيف؟ كيف؟ قال الأب بوضع الريشة في لون. في ده حرف إيه؟ ها، مين الشاطر يقول لي؟ في من وإلى عن وعلى، في والباء والكاف واللام، حروف الجر. أحسنتم 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 أحسنتم. أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. هذا ده إيه؟ اسم إيه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، قلنا ده إيه؟ أحسنتم، اسم إشارة. تمام، الآن جاء دور الظواهر اللغوية. الكلمة وجمعها، جمع أب، أب وأب وأب وأب، آباء. أحسنتم، جمع كتاب، كتب، ريشة، ريش، ريشة، ريش، البطة، بطة وبطة وبطة وبطة، البط. أحسنتم، لون، جمع لون، لون ولون ولون ولون، ألوان. طريقة، طريقة وطريقة وطريقة طريقة، لدي العديد من طرق لحل المشكلة. أحسنتم، طرق، جمع طريقة، طرق. الكلمة ومعناها، معنى ممتعا شائقا. يعني إيه شائقا؟ أنا أصلا مش فاهم. حاجة ممتعة جدا، اللي هو إيه؟ عارف لما تكون قاعد مثلا بتتفرج على كرتون أنت بتحبه، ماما عمالة تقولك يا حبيبي قوم كل، يا حبيبي قوم اعمل، ثواني يا ماما أصل الحتة دي حلوة قوي. هي دي شائقا، ده معنى شائقا، أنه ممتعا. لما تخرج مع ماما وبابا ويجي يقولك كيف حالك بعد هذه النزهة؟ كانت نزهة ممتعة حقا، كنت مبسوط قوي. عرفنا معنى ممتع وشائق. الكلمة ومضادها، مضاد يعني عكس، سألت مضادها أجبت، حد سأل سؤال عكسها حد جاوب. ممتعا، إنها نزهة ممتعة حقا، مضادها مملا، كانت مملة قوي ما كنتش مبسوط، يبقى مضاد ممتعا مملا. يبقى تاني، مضاد سألت أو مضاد سألت أجبت، ممتعا مملا، بدأت انتهت، مضاد بدأت انتهت. قال سكت، قال سكت، مضاد أول آخر، مضاد أول آخر. الآن حان وقت الأسئلة، أنا أسأل وأنت تجيب. مع من كان يتحدث الولد؟ كان الولد يتحدث مع أبيه، ممتاز. ماذا كان يفعل الأب؟ ماذا كان يفعل الأب؟ كان إيه؟ يقرأ. أحسنتم، يقرأ إيه؟ كان يقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة، كيف بدأت الكتابة. عما كان يتحدث الكتاب؟ الكتاب اللي كان الأب بيقراه كان بيتكلم عن إيه؟ عما كان يتحدث الكتاب؟ الكتاب كان يتحدث عن كيف بدأت، تمام، الكتاب. كيف تكتب بريشة البطة؟ إزاي هقدر أكتب بريشة؟ هضعها في إيه؟ ثم إيه؟ ها، نضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. نضع الريشة في
لون ثم الكتابة بها. ماذا أراد الولد أن يفعل مع أبيه؟ أراد أن يقرأ معه الكتاب. أحسنتم. الكلمات الشائعة التي سبق دراستها: ده، معاد، ورقك، وأقلامك، وماما. ماما هتملي وحضرتك هتكتبها وتركز جدا، وماما بتتكلم: قال، قالت، أبي، أمي، في، و، أيضا، نعم، يا، هو، كان، إلى، على، أنا، أن. لاحظ النطق جيدا، وبعدها اكتب الحرف الذي تسمعه كتابة صحيحة، وأنا أثق بكم دائما. أما في السلايد السادس، ستقوم بالتوصيل بين الجملة والصورة المناسبة لها. ريشة البطة ستصلها بالصورة. ها، نسيت أن أقول، هل أحضرت كتابك؟ هل أحضرت قلمك؟ هل بدأت معي؟ أم أنت تشاهد فقط الآن؟ هيا احضر كتابك سريعا، واحضر أقلامك والممحاة والمبراة، ولتبدأ معي من الآن. إنني أنتظر. هيا. ها، النشاط الأول: صل الجملة بالصورة المناسبة لها. ريشة البطة ستصلها بالصورة الأولى أم الثانية؟ هيا يا بطل. الكتابة بالريشة ستصلها بالجملة. ها، النشاط الثاني: ضع وجها ضاحكا أمام الصورة الصحيحة. سنضع وجها يضحك أمام الصورة الصحيحة. أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. الصورة الأولى أم الثانية؟ ها، الجملة الثانية: بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. في الصورة المناسبة لها، هي الصورة. أحسنت. رتب خطوات الكتابة قديما. تذكر ما كناه في قصة أصل الكتابة، وانظر كيف بدأت الكتابة. أننا نأتي بال ونضعها في ال ثم نكتب. أحسنتم. السلايد الأخير، النشاط رقم 4، يقول: اختر الكلمة المناسبة الموجودة في القصة. ريشة القطة أم البطة أم العصفور كانت أول طريقة كتابة. 2، أريد أن آكل معك هذا الكتاب يا أبي. أريد أن ألعب معك هذا الكتاب يا أبي. أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. نشاط 5، رتب الكلمات لتصف الصورة. الصورة الأولى: تفعل، يا، ماذا، أبي، علامة استفهام. إحنا اتفقنا أسلوب الاستفهام، أداة الاستفهام، وبعدين باقي الجملة، وفي النهاية علامة استفهام. تفعل، يا، ماذا، أبي، فين أداة الاستفهام؟ هساعدك في دي، بس ضع دائرة حول ماذا. ماذا إيه؟ ماذا تفعل. أحسنت. ماذا تفعل يا أبي؟ ولا تنسى علامة الاستفهام. الجملة الثانية سأتركها لك. تكتب كيف البطة بريشة علامة استفهام. تكتب كيف البطة بريشة علامة استفهام. النشاط السادس، ارسم أكثر المشاهد التي أعجبتك في القصة، وناقش أصحابك في السبب. أنا سأرسم الريشة لأنها أسهل صورة يمكن أن أرسمها. وعلى وعد بلقاء آخر في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.